أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها. الحمد لله رب العالمين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. سأله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أنا أكتب ما تقول؟ قال: اكتب، فوالله ما خرج منه إلا حق، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه وصفيُّه وخليلُه، أرسلَه رحمةً للعالمين، فبلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصحَ الأمة، وكشفَ الله به الغُمَّة، فجزاه الله عنا وعن أمَّته خيرَ ما جازى نبيًّا عن أمَّته. ثم ما بعد، إن أعظم اختبارٍ على وجه الأرض، وأعظم ابتلاءٍ على وجه الأرض، وأعظم فتنةٍ على وجه الأرض من أجل الحصول على نتيجةٍ واحدة: صادقٌ أم كاذب؟ قال الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم، إن الفتن كلها والابتلاءات كلها وتعاقب الليل والنهار وتعاقب البشرية على وجه الأرض من أجل أن يعلم الصادق من الكاذب. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولا تزال الفتن والمحن والابتلاءات تعرض على القلوب، تعرض على النفوس، تعرض على المجتمعات من أجل أن يميز الله الصادق من الكاذب. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نُقِطَت فيه نُقطةٌ بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلبٌ أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلبٌ أسود كالكوز مُجخِّيا لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا إلا ما أُشرب من هواه. الصدق، الصدق كلمةٌ عظيمة ينطوي تحتها الإيمان كله، والإسلام كله، والإحسان كله، والدين كله. والكذب كلمة أخرى ينطوي تحتها الشرك كله، والكفر كله، والظلم كله، والنفاق كله. وهل يستوي الصادق مع الكاذب؟ لا يستوون، ولذلك لا يستوون في مدخلهم إذا دخلوا، ولا في مخرجهم إذا خرجوا، ولا في مقعدهم إذا قعدوا، ولا في مصيرهم إذا صاروا إلى ما صاروا إليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدق مع الله، صدق مع الله في النية، صدق مع الله في القصد، صدق مع الله في كل شيء، إيمانهم صادقون فيه. عندما قالوا لا إله إلا الله قالوها صدقًا بقلوبهم بألسنتهم بجوارحهم، أولئك على هدًى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أما الآخرون أهل الكذب، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضًا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يكذبون على صورة على صيغة المضارع، أي كذب بعد كذب لا يتوقف حتى يقف صاحبه بين يدي الله، فيخاطب الله بلسان كان يكذب على الله، بجوارح كانت تكذب على الله. اليوم نختم على أفواههم التي كانت تكذب، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أما الصادقون فهم في صدق في الدنيا وصدق في الآخرة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإذا ذكر الصدق تفاوت الناس فيه، فأعظم الناس صدقا الأنبياء وهم معصومون من الكذب، وأعظم الأنبياء صدقا الرسل، وأعظم الرسل صدقا أولو العزم من الرسل، وأعظم أولو العزم صدقا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل جلاله للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصدق سلطان النصير، ومن دخل بالصدق وخرج بالصدق كان له السلطان القوي. الصادق لا يخاف. اليوم ينفع الصادقين صدقهم يوم القيامة. كم كذب على عيسى بن مريم من النصارى الذين قالوا فيه عيسى بن الله، أو الذين قالوا فيه اتخذ الله ولدا، أي تبناه واتخذه ولدا ولو لم يلده، أو الذين قالوا فيه إن الله ثالث ثلاثة، أحدهم عيسى والآخر جبرائيل، والله مجموع الثلاثة. ويوم القيامة يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ اختبار، امتحان. ويخاطب الله عيسى بمفرده إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني رفعتني إلى السماء إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، إني متوفيك ورافعك إلي، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والصدق ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة. دخل ثلاثة في غار من شدة البرد أو المطر، فسقطت صخرة فسدت عليهم فتحة الغار، لا هواء لا ماء لا طعام، وقوتهم أضعف من أن يزيحوا هذا الحجر، إذن قبر، دفنوا وهم أحياء. فقالوا: والله لا يخرجنا اليوم من هذا الضيق إلا الصدق. الصدق من جات، فلينظر كل واحد منا أصدق عمل أخلص عمل فليدعو الله به. فقال أحدهم: اللهم إنك تعلم، والله لا يشهد
لا يستشهد بالله على كذب. إنك تعلم أنه كان لي أبوان، وكنت لأسبقهما بغبوق، وذات ليلة نأى بي المرعى، فجئت وقد ناما، فحلبت لهما غبوقهما، وجلست عند رأسيهما، وصبيتي يتضاغون من الجوع، واستحييت أن أوقظهما حتى طلع الفجر، فاستيقظا فقدمت لهما غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا. ففرج عنهم ثلث صخرة. وقال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجراء، أجرتهم يعملوا لي فعملوا، فأعطيت كل واحد منهم أجرته إلا واحد، استقلها وأبى أن يأخذها وذهب، فنميتها له وكثرتها له، وبعد فترة سنين رجع، أخذت به الحاجة كل ما أخذ، فرجع يريد حقه. قال: يا فلان، أتذكر سنة كذا عملت عندك ولم أخذ أجرتي؟ قال: فنظرت إلى المال الذي بين يدي، غنم، مال كثير. قال: أرأيت هذه الغنم ورعاتها؟ قال: بلى. قال: هي لك. نماها من ماله وقدمها له. قال: هي لك. وما احتفظ منها بشاة واحدة، فساقها الرجل ولم يترك له شيء، أمانة. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا. ففرج أيضا ثلث، إلا أنهم لا يستطيعوا الخروج، وبقي واحد. فنظر في عمله فتذكر قصة حدث حصل فيه الصدق. قال: اللهم إنك تعلم أنه كانت لابنة عم أحبها، وراودتها عن نفسها بالحرام فأبت، وراودتها فأبت، ثم افتقرت فشاءت تطلب مني مالا، فاشترطت عليها ألا أعطيها المال حتى تمكنني من نفسها، فذهبت ثم عادت، وذهبت ثم عادت، ثم غطت وجهها وهي في حياء، وقالت: اتق الله، وقد جلس الرجل منها مجلس الرجل من زوجته. قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وأنا أشتهيها وأعطيتها المال. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا. ففرج عنهم وخرجوا يمشون. فكيف بمن ليس له عمل صدق فيه مع الله؟ والذي نفسي بيده، لو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والصدق مع الله في كل شيء: صدق في الإيمان، صدق في الإسلام، صدق في الأخلاق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه أركان الإيمان. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذا الإسلام والأخلاق. أولئك الذين صدقوا، صدقوا في إيمانهم، صدقوا في إسلامهم، صدقوا في أخلاقهم، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. لا سبيل للتقوى إلا بالصدق. أيها المؤمنون، اعلموا وفقني الله وإياكم أن من لزم الصدق قولا، من لزم الصدق اعتقادا، ولزم الصدق قولا،
ولزم الصدق عملا وفق للصدق وسار في طريق الصديقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يكتب عند الله صديقا. أتعلم معنى صديق عند الله؟ الصديق أعلى مرتبة في الأمة بعد مرتبة النبوة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، أعلى من الشهداء. والشهداء رقم 3، يصدق ويتحرى الصدق. وبالمقابل ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما السبب؟ ما السبب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. طريق مختصر: صدق، بر، جنة. وتعاونوا على البر، تعاونوا على الصدق. ربوا أبناءكم على الصدق، وبناتكم على الصدق، وأنفسكم على الصدق. ولكم في الثلاثة الذين خلفوا أعظم مثل على فائدة الصدق، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب الله على كعب ومن معه، لأنهم صادقون. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك بالصدق عندما لم يعتذر وقال حقا، قال: أما هذا فقد صدق. والآخر في غزوة حنين، رجل أسلم وخرج يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقسم النبي الغنائم عليه الصلاة والسلام، فيعطي لهذا الرجل نصيبه من المال: خذ يا فلان، هذا نصيبك من الغنيمة. فغضب، قال: يا رسول الله، والله ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن يأتي سهم في سبيل الله فيدخل من هنا ويخرج من هنا. أشار إلى مدخل السهم ومخرجه ثم ولى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يصدق هذا الله يصدقه الله، وما هي إلا ثوان. وجاء السهم فدخل من حيث أشار الرجل، وخرج من المكان الآخر وكان شهيدا، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق. استغفروا الله يغفر لكم، وتوبوا عليه يتوب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الصدق له مجالات، وأعظم مجالات الصدق الصدق مع الله. من صدق مع الله أدخله الله مدخل الصدق، وأخرجه مخرج الصدق، وجعل له لسان الصدق، وأوصله مقعد الصدق. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الصدق مع الله أولا عقيدة، عبادة، أخلاقا. إنما الأعمال بالنيات، ما نيتك، ما قصدك. فمن ابتغى رضوان الله وصدق الله أعانه الله، فأما من أعطى واتقى وصدق، صدق بالحسنى، فسنيسره، نيسره لليسرى، يتيسر له الخير، يسر الدنيا ويسر الآخرة. وأما من بخل واستغنى وكذب، كذب بالحسنى، فسنيسره، نيسره للعسرى، تتعسر عليه الأمور كلها. إن مع العسر يسرا إذا وجد الصدق.
إن مع العسر يسرا إذا وجد الصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق مع الله أولا، والصدق مع النفس. الصدق مع النفس أن تعلم حقيقة نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أنت المذنب ابن المذنب فلا تغتر. واعلم أنه على قدر مجاهدتك لنفسك، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الصدق أيضا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا تقول عنه إلا حقا، لا تقول قال رسول الله وأنت لا تعلم هل قال أو لم يقل، ولا ترسل رسالة فيها حديث إلا وقد تبين لك صدقه. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر رواه 70 من الصحابة، ورواه عن 70,000، ويضرب به المثل في متواتر الحديث. الصدق مع المؤمنين، الصدق مع المؤمنين أن تأمرهم بالمعروف إذا ظهر تركه، وتنهى عن المنكر إذا ظهر فعله، وتدعو لهم بظهر الغيب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الصدق مع الناس عموما، أن تصدق مع الناس في معاملاتك، إذا كنت تبيع فاصدق سعر السلعة والربح الذي عليها، ولا تغش لأن الغش كذب، ولا تحلف يمينا كاذبة لتمشي أو لتصرف تجارتك، وإذا وعدت فاصدق، لأن اللسان هو قيمة الإنسان، واللسان ترجمان لما في القلب. ومن عود نفسه الكذب وتعود على الكذب كتب عند الله كذابا فلا يصدق البتة. وهنا قصة في باب الصدق، وهي قصة الثلاثة الذين خلفوا 40 يوم ولا يسلم عليهم أحد، ولا يرد عليهم السلام أحد إن سلموا، وفرق بينهم وبين أزواجهم، وجاءت الفتنة والاختبار. كتاب من ملك الروم إلى كعب بن مالك، أما بعد فإنك لست بدار هوان، إلحق بنا نواسك، تعال اترك المدينة، تعال إلى الروم، أنت سيد، القوم لا يسلمون عليك ولا يردون سلامك إذا سلمت من أجل كلمة، تعال. والكتاب في يده، والذي جاء بالكتاب متخفيا يسأل عن كعب لأن خبر وصل إلى الشام. عندئذ أخذ الكتاب فقرأه ثم قال هذا والله من الفتنة، فعمد به إلى التنور فأحرقه ليعش بين المسلمين ولو كان مضطهدا، لا يسلم عليه ولا يرد السلام، وفرق بينه وبين زوجته لكنه مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فمن كان مع الصادقين صدق لا محالة، ومن كان مع الكاذبين كذب لا محالة. سار كلب مع الصادقين فعد رابعهم، سادسهم، ثامنهم، أخذ العدد رقم 2، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، لأنهم 3 صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أو 5 صدقوا، أو 7 صدقوا، والرابع والسادس والثامن كلب صاحب الصديقين.
ومن صاحب القوم عد معهم. إبليس صاحب الملائكة، فجاء الخطاب إليه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. طيب لماذا يخاطب وهو ليس من الملائكة؟ لأنه دخل معهم فأخذ حكمهم، والملائكة تتنزل على المؤمنين وتكثر المؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله صدقا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا بقلوبهم، قالوا بألسنتهم، استقاموا بجوارحهم، استقاموا في حياتهم، تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن يعني معاشر الملائكة أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك صدق القول وصدق النية والصدق في كل حال. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا لسان صدق وأوصلنا مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا من جمعتنا على هذا الفرش اجمعنا في ظل العرش. اللهم يا من جمعتنا في هذا المسجد اجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا عاجلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر هذه الأمة وأكرم هذه الأمة وارحم هذه الأمة. اللهم ولِّ على أمة محمد خيارها ولا تولِّ عليهم شرارهم. اللهم ولِّ عليهم خيارهم ولا تولِّ عليهم شرارهم. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ ولي عهده وولي ولي عهده، وأن تأخذ بنواصيهم للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين في برها وبحرها وجوها وسائر بلدان المسلمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا جواد يا كريم أن تغيث قلوبنا بسكينتك ومجالسنا برحمتك وديار المسلمين بالغيث الهتان النازل من فضلك يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا غيثا مغيثا طبقا غدقا تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللواء والجهد والضنك والجوع ما لا يشكى إلا إليك. اللهم انزل بركات السماء وأخرج خيرات الأرض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أغني فقيرهم واشف مريضهم وانصر مظلومهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما